على الرغم من تصاعد حدة العنف في أنحاء مختلفة من البلاد، فإن المتحدث باسم الموفد الدولي كوفي أنان أحمد فوزي أكد من جنيف أن هناك مؤشرات طفيفة على احترام خطة أنان ميدانيا في سوريا، مشيرا إلى أن الخطة تسير على السكة ولا يمكن حل أزمات بدأت قبل أكثر من عام في يوم أو أسبوع، لافتا إلى أن الأمر سيتطلب مزيدا من الوقت لجمع كل الخيوط. وقال هناك مؤشرات على الأرض تدل على إحراز تقدم على رغم التقدم التي تتحدث عن انتهاكات لوقف إطلاق النار. وفي هذا السياق أفاد التلفزيون الرسمي السوري أن الوفد الأممي من المراقبين زار مناطق في إدلب وحماة، كما زار فريق من المراقبين حمص حيث اجتمع بعناصر من الجيش السوري الحر وتفقد أحياء في المدينة لا سيما حي باب عمرو. ميدانيا أكدت الهيئة العامة للثورة السورية مقتل أكثر من 10 أشخاص اليوم لا سيما في بلدتي البارة وأحسن في جبل الزاوية في محافظات إدلب. وأفاد المرصد السوري أن قوات الأمن أطلقت النار لتفريق تظاهرات مناهضة للنظام خرجت في أنحاء سوريا في جمعة إخلاصنا خلاصنا، مشيرا إلى سقوط أكثر من 13 قتيلا في مناطق متفرقة من البلاد. أما في المقلب الآخر فعرض التلفزيون الرسمي الاستعدادات الجارية في محافظات سوريا تمهيدا لانتخابات مجلس الشعب المقررة في 7 من الشهر الجاري. إلى ذلك شيع الحزب السوري القومي الاجتماعي في سوريا جثمان الشاب الشهيد إسماعيل حيدر نجل رئيس الحزب الدكتور علي حيدر في مأتم مهيب. وفي المواقف الدولية اتهم البيت الأبيض الحكومة السورية بعدم احترام خطة أنان، وأكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون من الصين التي تزورها لحضور المؤتمر الاستراتيجي الاقتصادي الأمريكي الصيني أنه إذا رفضت السلطات في دمشق التعاون مع خطة المبعوث الأممي العربي كوفي أنان الذي ترعاه الأمم المتحدة فإن على المنظمة الدولية التفكير في استصدار قرارات أخرى. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الخارجية الصينية أن وفدا من المعارضة السورية برئاسة رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون يصل الاثنين المقبل إلى الصين التي يزورها أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الموجود حاليا في شنغهاي، حيث من المفترض أن يلتقي وزير الخارجية الصيني في بكين للبحث في سبل تهدئة التوترات في سوريا. أما فرنسا فرأت من جهتها أن سوريا تستمر في عدم احترام تعهداتها وتواصل عمليات القمع في البلاد، ودعت الأمم المتحدة إلى تسريع الانتشار الكامل للمراقبين.